السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن انهالت بصواريخها البالستية وطائراتها المسيرة على السفن الأوروبية والبريطانية من جديد، وأحدث هذه الهجمات جاءت في الساعة الأولى من صباح يوم أمس. تحدثت عن هذه التطورات القيادة المركزية الأمريكية، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، بالإضافة إلى جينيفر جريفن وهي كبيرة المراسلين في فوكس نيوز الأمريكية. والسفن التي نتحدث عنها اليوم هي سفينتي بولاكس وكذلك لي كابيتوس، الذي جرى بأن جماعة الحوثي قالت بأن سفينة بولاكس هي عبارة عن سفينة بريطانية وقاموا باستهدافها بالصواريخ البالستية المضادة للسفن وتمكنوا من إصابتها بشكل مباشر بحسب التصريحات الخاصة بجماعة الحوثي. لكن القيادة المركزية الأمريكية اختلفت تماما مع هذه التفاصيل وقالت بأن هذه السفينة سفينة بولاكس هي عبارة عن سفينة دنماركية وهي ليست سفينة بريطانية، وأن الصواريخ التي استخدمت لمهاجمة هذه السفينة هي كانت عبارة عن 4 صواريخ بالستية مضادة للسفن. جينيفر جريفن قالت بأن 4 طائرات مسيرة مفخخة انطلقت أيضا من مواقع تواجد جماعة الحوثي أثناء هذا الاستهداف، وبأن هذه الطائرات المسيرة حاولت أن تشاغل المدمرات الأمريكية بل حتى البريطانية منها، من ضمن حلف حارس الازدهار المنتشرة في البحر الأحمر لحماية طبعا خطوط الملاحة الموجودة في هذه المنطقة. بالتالي الطائرات المسيرة للمشاغلة من أجل أن تحقق هذه الصواريخ أهدافها في استهداف هذه السفينة. والسنتكوم القيادة المركزية الأمريكية قالت بأن على الأقل 3 صواريخ من 4 صواريخ كانت متجهة تجاه سفينة بولاكس الدنماركية، ولكن بحسب ما قالته سنتكوم لم تكن هنالك أي إصابة لهذه السفينة، لم تغرق السفينة، لا قتلى لا جرحى، وبالتالي لم يتحقق الكثير بالنسبة لجماعة الحوثي. لكن هذا الهجوم هو يأتي بعد 2 فقط من عملية استهداف ناجحة لناقلة نفطية بريطانية وهي لي كابيتوس بصاروخ بالستي مضاد للسفن واحد، تمكن فعلا من إصابة هذه السفينة. والقيادة المركزية الأمريكية أكدت هذه المسألة لكنها قالت بأن الأضرار كانت عبارة عن أضرار طفيفة، لم تغرق السفينة، لا قتلى لا جرحى، والإصابة كانت هنا في خليج عدن. وبالتالي هذه طبعا هي تعتبر تطورات خطيرة جدا من قبل جماعة الحوثي لعدة أسباب. السبب الأول هو أن جماعة الحوثي الآن رسميا أصبحت تحت قوائم الإرهاب وتمت إعادة إدراجها بشكل رسمي في لوائح الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أي أنها تحولت إلى جماعة إرهابية، القرار الذي صدر الشهر الماضي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وقالوا بأنهم سيقومون بتطبيقه في شهر فبراير. ها هي جماعة الحوثي تدخل في قوائم الإرهاب وتقوم بردة الفعل الكبيرة التي نراها اليوم. حاولت الإدارة الأمريكية من حل الأمور بالشكل الدبلوماسي، إذا ما توقفت جماعة الحوثي من كل الاستهدافات كان من الممكن أن يقوموا بإعادة النظر بحسب تصريحات جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي. لكن جماعة الحوثي مستمرة بهجماتها في هذه المنطقة بشكل عام، وكذلك أن هذا الهجوم بشكل مثير يأتي على الرغم من أن NBC نيوز الأمريكية عن طريق مسؤولين أمريكيين أكدوا مؤخرا بأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت فعلا بمهاجمة سفينة بهشاد الإيرانية الموجودة في خليج عدن بعدما انتقلت من البحر الأحمر إلى خليج عدن. بدأت الاستهدافات الأمريكية البريطانية على الداخل اليمني، وهذه السفينة متهمة بأنها تعطي الكثير من المعلومات الاستخبارية لجماعة الحوثي لكي تقوم هذه الجماعة بكل الاستهدافات التي نراها بين فترة وأخرى. الولايات المتحدة بحسب NBC نيوز الأمريكية قامت بتنفيذ في هجوم سبراني على هذه السفينة وعطلتها بالتمام والكمال، عطلت أجهزتها، كل أجهزتها التي تستخدم في عمليات التجسس وغيرها، وهذا هو الذي دفع السفينة منذ أكثر من 2 أسبوع أن تنسحب للقاعدة الصينية الموجودة في جيبوتي وخرجت عن الخدمة تماما. وحتى أن وكالة تسنيم الإيرانية الأسبوع الماضي أكدت بأنها سحبت جميع سفنها الموجودة من ضمن البحر الأحمر ومن ضمن خليج عدن. بالتالي لم تعد هنالك كثير من المعلومات الاستخبارية التي تتحصل عليها جماعة الحوثي، بالإضافة أن علينا أن نتذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها من هذه الدول التي تدخل من ضمن حلف دفاعي وحلف أيضا هجومي ضد جماعة الحوثي أيضا ضربوا الكثير من المنظومات الرادارية لهذه الجماعة، وبأن يوم غد سيكون هنالك سيدخل
في الخدمة حلف جديد وهو حلف أسبيديز الأوروبي، وهذا الحلف طبعا هو حلف الدروع الأوروبي دفاعي، سيركز على خليج عدن ليساند كذلك حلف حارس الازدهار في البحر الأحمر ليضمنوا مرور وتأمين خطوط الشحن العالمية في مضيق باب المندب. لكن جماعة الحوثي ها هي رغم كل هذه الظروف تمكنت من تحقيق الاستهداف على سفينة بولاكس وكذلك على السفينة التي نتحدث عنها البريطانية النفطية وهي لي كابيتوس، وبالتالي جماعة الحوثي تريد القول رغم كل الظروف نحن لازلنا نفرض حصار على مضيق باب المندب وسنستهدف في كل مكان وبكل دقة رغم كل الظروف التي تعرضنا لها. وما هو مثير بهذه المسألة والبعض قد يتساءل كيف لجماعة الحوثي رغم هذه الظروف تستمر ومستمرة في عملية استهدافاتها، واحدة من العلامات والإشارات لطبيعة القدرات الحوثية جاءت من قبل براد كوبر نائب الأدميرال الأمريكي، كان في لقاء على برنامج 60 مينتس على سي بي اس نيوز الأمريكية، وكان قد وضح بأن هنالك الأدلة قد اكتملت تماما على حقيقة وجود جماعات من الحرس الثوري الإيراني، هنالك أفراد وعناصر من الحرس الثوري موجودين جنبا إلى جنب داخل اليمن مع جماعة الحوثي يقومون بالمشورة ومساعدة جماعة الحوثي في تنفيذ كل هذه الهجمات، وبالتالي الأمور قادمة مباشرة من إيران للحرس الثوري إلى جماعة الحوثي لتحقيق هذه الهجمات. كذلك أن الأسلحة لا زالت تتدفق لجماعة الحوثي للاستمرار بعملياتهم في المياه الإقليمية بشكل عام بحسب أيضا ما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية في 72 ساعة الماضية. قالوا بأنهم نهاية الشهر الماضي في 28 من يناير تمكنوا من ضبط هذا الزورق الذي ترونه أمامكم بهذا الشكل، ووجدوا بأن في هذا الزورق أن هنالك الكثير من الأسلحة من ضمنها مكونات للصواريخ البالستية المضادة للسفن المتوسطة المدى مع كذلك أجهزة اتصالات وأجهزة عسكرية وأسلحة مضادة للدبابات وغيرها من هذه الأمور كلها موجودة ضبطت، وضبط هذا الزورق القادم من إيران مباشرة لجماعة الحوثي وتمكنوا في البحر العربي من ضبطه بشكل مباشر، وهذا يوضح التورط المستمر للجانب الإيراني في دعم جماعة الحوثي من أجل الاستهدافات في خليج عدن وكذلك في البحر الأحمر ولإبقاء هذه المنطقة مغلقة، مع حقيقة أن إسرائيل مستمرة بتهديداتها بأنها ستقوم بأي لحظة باقتحام رفح وبأنها تريد إنهاء سيطرتها على قطاع غزة بالكامل، كذلك بأن إيران لا زالت مستمرة في دعمها للفصائل الموجودة في العراق في سوريا وحزب الله اللبناني، والضغط مستمر بشكل عال على أهم حليف للولايات المتحدة الأمريكية ألا وهي إسرائيل، وهذا الأمر ليس مزعجا فقط للولايات المتحدة الأمريكية لا أبدا، بل إنه أيضا مزعج بالنسبة لأوروبا بأكملها، وذلك لأن إيران أيضا تلعب دورا كبيرا مع روسيا في حربها في أوكرانيا، وهي تستخدم هذه المنطقة لتدريب الروس على طائرات المسيرة الإيرانية، فهي لا تدعم روسيا فقط بالطائرات المسيرة المفخخة لكنها تدربهم في الداخل الروسي، وكذلك تعطي تدريبات للجنود الروس في داخل سوريا أيضا. هذه التفاصيل تحدثت عنها المخابرات الأوكرانية بنفسها والتي ذكرت الآتي، قالت المخابرات الأوكرانية أن الجنود الروس تم تدريبهم على تشغيل الطائرات الإيرانية بدون طيار شاهد 136 وأبابيل 3 ورعد في سوريا، وأضافت أن المدربين قادمين من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، والطائرات المسيرة الإيرانية لا زالت ظاهرة وتظهر بشكل يومي في الداخل الأوكراني، مثل اليوم على سبيل المثال بيان وزارة الدفاع الأوكرانية أكد بأن 12 طائرة من طائرات شاهد 136 المفخخة الإيرانية تمكنت المنظومات الدفاعية الخاصة بأوكرانيا من إسقاطها بشكل مباشر، وهذا هو الذي جعل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين أن تتحدث عن هذه المسألة، وذكرت إيران في آخر تصريح لها حيث لاحظ ما الذي ذكرته هنا في مسألة التسليح لأوكرانيا، قالت يجب دمج أوكرانيا في برامج الدفاع الأوروبية لأن روسيا تتفوق على أوكرانيا بالجنود وترمي أسلحة سريعة وقذرة تنتج في كوريا الشمالية، وإيران وروسيا الآن بشكل مفاجئ استغلت كل الظروف في الشرق الأوسط وغيرها في قطاع غزة في اليمن في لبنان في سوريا في العراق وكل التركيز على هذه المنطقة لتحقق
نصرا استراتيجيا مهما في مدينة أفدييفكا. وأفدييفكا نتحدث هنا عن واحدة من أهم المدن والمعاقل للقوات الأوكرانية في دانييتسك. هنا فالمعارك الآن تجري في أربع أقاليم وهي لوغانسك ودانييتسك وزاباروجيا وخيرسون، والتقدم جاء في أفدييفكا لتسيطر القوات الروسية بالكامل على هذه المدينة. ولاحظ إذا ما ذهبنا الآن إلى أفدييفكا بشكل مباشر، هذه هي أفدييفكا كما ترونها باللون الأحمر، هي مناطق السيطرة للقوات الروسية. والأمر بدأ طبعا بالنسبة للقوات الروسية منذ الأول من فبراير، بداية هذا الشهر بدأوا بالعمل على عدد من الأمور من أجل السيطرة على هذه المدينة، مع شغال العالم، مع غزة، مع اليمن وغيرها كما نتحدث. وهم ركزوا على استهداف هذا الطريق الرئيسي الرابط مباشرة إلى العمق أفدييفكا، يعتبر طريق الإمدادات الرئيسي للقوات الأوكرانية المتحصنة في أفدييفكا. وكذلك ركزوا على الضغط على هذا الطريق الآخر الذي يعتبر أيضا طريق إمداد آخر ومهم بالنسبة للقوات الأوكرانية. القوات الروسية ببساطة جاءت لتهاجم هذه البحيرة كما تلاحظون، سيطروا على البحيرة وبعدها باغتوا هذا المربع من أفدييفكا ليسيطروا عليه. وهنا قاموا بشطر أفدييفكا إلى شطرين أو إلى قسمين، القسم الجنوبي المتمثل بأفدييفكا بنفسها ونفس أفدييفكا، والمنطقة الشمالية هي مصنع الفحم. وكذلك سيطرت ناريا على طريق الإمداد الرئيسي الخاص بالقوات الأوكرانية إلى عمق أفدييفكا. وهنا طبعا أيضا بدأت روسيا تركز على مسألة مهمة، هي السيطرة على هذه المنطقة الجنوبية لخلق ضغط على الطريق الذي نتحدث عنه هنا، الطريق الثاني والوحيد الذي بقي للقوات الأوكرانية. وقاموا بعملية إحاطة ناجحة، وهذا الأمر هو الذي دفع القوات الأوكرانية في نهاية المطاف إلى الانسحاب إلى عمق أفدييفكا، وتمكنت القوات الروسية من السيطرة على هذه المنطقة بأكملها وأصبحت تحت سيطرتها. وهنا بدأت القوات الروسية شيئا فشيئا تستغل هذا الموقف، سيطرت على الطريق بأكمله ووصلت هنا إلى لاسكوتشنا واقتربوا منها، وأصبحت المسافة بين المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية عبارة عن 1.6 كيلومترا، وبقي هذا الطريق الوحيد الذي من الممكن للقوات الأوكرانية أن تنسحب من خلاله. والقوات الأوكرانية اتخذت القرار الصحيح هنا للانسحاب واستغلال هذه الفرصة. طبعا القوات الروسية سمحت وأعطت الفرصة للقوات الأوكرانية أن تنسحب من هذه المنطقة، وإلا ستتم إبادة هذه القوات بالكامل كما حدث في باخموت وغيرها من المعارك السابقة. والقوات الأوكرانية مع هذه الظروف انسحبت من هذه المنطقة لتتحصن في المناطق الخلفية هنا بهذا الاتجاه، وكذلك هي انسحبت أيضا من مصنع الفحم الذي ترونه هنا، لأن القوات الروسية ببساطة ستفعل نفس الشيء، ستحيط هذا المصنع إن بقيت فيه القوات الأوكرانية، وفي نهاية المطاف سيسيطرون عليه. وبالتالي في ظل هذه المعادلة تطورت الأمور الآن، والقوات الروسية سيطرت على أفدييفكا بالكامل في دانييتسك لتسيطر على كل هذه المنطقة تقريبا بهذا الشكل، ونجحوا خلال 17 يوما من السيطرة على المنطقة بأكملها. ولاحظ هنا بحسب الديب ستيت كيف الأمور تطورت، هنا ستلاحظ كيف الأمور تتطور في الشمال شيئا فشيئا من القوات الروسية لتتقدم تقترب من الطريق الرئيسي، وستلاحظ بعدها يبدأ التقدم هنا الجنوبي وكيف أن الإحاطة تمت، وبعد ذلك تحولت الأمور إلى هذا الحد، وهنا قررت القوات الأوكرانية من الانسحاب من أفدييفكا لتحقق القوات الروسية تقدما كبيرا. والقوات الأوكرانية ببساطة واضح أنها ستبحث عن عملية خلق خطوط دفاعية، محاولة الضغط على القوات الروسية من جديد، استخدام صواريخها ومدفعيتها في محاولة لإضعاف القوات الروسية. لكن روسيا في الخطوط الدفاعية أثبتت خلال هذه الحرب بأنها عندما تسيطر على منطقة فخطوطها الدفاعية قوية للغاية، خاصة في مناطق ومدن استراتيجية مثل أفدييفكا. بالتالي لاحظ كيف تغيرت الأمور، وهنا أوروبا بدأت تنتبه إلى طبيعة السلاح وطبيعة المساعدة الذي تتحصل عليه روسيا، إن كان من إيران، إن كان من كوريا الشمالية، أو إن كان حتى مما هو قادم أساسا من دول من تحت الطاولة مثل الصين، كما تتهم الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا في عدد من التقارير، منها ما هو مؤكد ومنها ما هو غير مؤكد. وهذه المسألة تضع ضغطا كبيرا جدا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، هنالك ضغط هائل للغاية، خاصة وأن هنالك حزمة مال كبيرة وحزمة مساعدات من المفترض أن يتم إقرارها في الكونغرس الأمريكي. هذه الحزمة تم إقرارها
في مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا نتحدث عن 95 مليار دولار من أجل دعم أوكرانيا ودعم إسرائيل ودعم تايوان ضد الأعداء جميعا. ولكن المشكلة هنا بأن في مجلس الشيوخ مرت هذه الحزمة، لكن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريين رافض لهذه المسألة. جمهوريون لا يريدون تمرير هذه الحزمة الكبيرة للغاية، وذلك لأن الحزب الجمهوري بدأ يركز على المسائل الانتخابية والمسائل الداخلية الخاصة به. فعلى سبيل المثال نتحدث هنا عن الهجرة الغير شرعية إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هو ما يستثمر به الجمهوريون، ارتفعت بشكل خطير للغاية. فصدرت إحصائية مؤخرة في عام 2023 كما تلاحظون هنا، أوضحت بأن الهجرة قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها العام الماضي في شهر ديسمبر إلى 250 ألف شخص دخلوا بشكل غير شرعي قادمين من الحدود المكسيكية، وهذه دخلوا من خلالها طبعا مجرمين وأطرافا غير مرغوب بها، أطرافا تعتبر من العصابات، وتسببت بمشاكل اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية. ومن هذه الدول لاحظ كيف أن الهجرة تتم هنا، وهذا ما يركز عليه الحزب الجمهوري، وهم يكسبون الكثير. هنالك ممن هو قادم من الصين، من الهند، من روسيا، من أوكرانيا، ببساطة يقومون بالسفر إلى تركيا، ومن تركيا مباشرة إلى الإكوادور بسبب تأشيرات الفيزا السهلة للغاية والسلسة في الإكوادور، وبعدها يذهبون راجلين مشيا أو بالباصات مباشرة إلى المكسيك ليصلون إلى الحدود المكسيكية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتأخذهم العصابات المكسيكية أو المكسيكان كارتيل، ومن خلالهم طبعا يتم تهريبهم إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه هي المسألة التي يركز عليها الحزب الجمهوري، يقولون لماذا نمرر 95 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا ولمساعدة إسرائيل ولمساعدة تايوان ضد أي غزو محتمل من قبل الجانب الصيني، وفي نفس الوقت الداخل الأمريكي يعاني من الهجرة الغير شرعية، ولم تغير سياساتك يا بايدن حول هذه المسألة. بالتالي هذه القضية هي التي تشغل الرأي العام، والمشكلة بالنسبة لبايدن بأن أقرب منافسيه والمنافس المحتمل له ألا وهو طبعا دونالد ترامب يتفوق عليه حتى هذه اللحظة في الكثير من الإحصائيات من المصادقة، على سبيل المثال إمرسون كوليج وعدد من المواقع مثل إبسوس وغيرها كلها توضح أن ترامب متفوق 46% 45% 46% على جو بايدن في حالة مواجهته له. والمشكلة أن جو بايدن هو الوحيد القادر على منافسة دونالد ترامب، فالبديل ألا وهي كامالا هاريس ليست قوية بحسب ذا هيل الأمريكية التي أوضحت بأن بايدن هو الوحيد الذي يستطيع أن يؤدي ولديه احتماليات وقدرة على هزيمة دونالد ترامب، وبأن كامالا هاريس ليست بديلا جيدا بالنسبة للديمقراطيين أو الحزب الديمقراطي. بالتالي نحن أمام ظروف وتطورات كبيرة ليست فقط في الشرق الأوسط وإنما أيضا في الحرب الروسية الأوكرانية.